الله أكبر، الله أكبر. تعال يا صديقي، هات يدك، قف معي بالصف، ارفع يديك مكبرا ربك، قل الله أكبر. الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من مشاغلي وهمومي. ثم ارجع يديك بعد أن رميت الدنيا وراء ظهرك، أنت الآن في حضرة الجبار. إن ربك الآن ناصب وجهه لك، يستمع لقراءتك ولتعظيمك له. فأي جمال هذا! لو أوقفني ملك من ملوك الدنيا في زاوية قصره لكتبت هذا في صدر مذكراتي، فما بالي لا آبه لحضرة ملك الملوك، أضيع فرصتي هذه مرات ومرات، فكم أنا محروم. إن الرجل في صلاته ما هو إلا جرم صغير يدور مع الكواكب السيارة في أفلاكها مواكبا للكون كله في صلاته. ألم يقل خالق الأكوان: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ما بالهم هؤلاء الكثير يسجدون لخالق الأكوان مع بقية مخلوقاته. وبالمقابل: وكثير حق عليه العذاب. فهؤلاء تركوا دورهم في هذا الكون فحق عليهم العذاب. فلماذا يتخلف الواحد فينا عن صلاته، عن هذا الكون، عن هذا الركب السائر إلى الله بكل تفاصيله؟ تخيل معي يا صديقي يوما يقف الخلق فيه من أبوك آدم إلى آخر بشري على سطح هذا الكوكب، يقفون صفا واحدا أمام الجبار. ثم يأتي محمد عليه الصلاة والسلام فأعرف أفراد أمته من بين هذه الجموع، يعرفهم بنورهم الذي يشع من وجوههم من أثر السجود ومن أطرافهم من أثر الوضوء. تخيل معي في هذا الموقف رجل كان يعرف بالدنيا بإسلامه، ثم لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم من أمته. ببساطة لم يكن من المصلين، فلم يأتي فائزا في ذلك اليوم، وربما لن يعرف ولن يشفع له، وربما لن يشرب تلك الشربة الهنيئة من يد النبي عليه الصلاة والسلام. مجرد التخيل مؤلم. ويبقى السؤال المحير دائما: لماذا لا يصلي فلان؟ أليس يقر بأن الله خالقه وله عليه الطاعة والانقياد؟ ألا يعلم بأن الله قد شرع له دينا أهم أركانه بعد الشهادتين هذه الصلوات الخمس؟ بلى يعلم ويقر بذلك، ولكنه مشغول بدنياه عن آخرته. ما عرف عظم الصلاة ولا جمال أثرها، ما عرف كم ينقص من روحه بتركه للصلاة، ما عرف الطمأنينة والراحة، ما عرف هيبة الركوع ولا سكينة السجود ولا جمال القيام بين يدي الخالق.